هيدا اللي بيهمل نفسه هيك بيصير فيه. يا سلامة سلامة كانت مفكرة أنه الواحد ما لازم يزور طبيب الأسنان إلا ليهتم بأسنانه. بس اللي ما كانت عرفته أنه أبرز مشاكل الفم بيكون سببها اللثة ومش بس الأسنان. أكثر من 24% من الحالات بيكون سببها أو مشارك فيها أمراض والتهابات اللثة. التهاب اللثة مش شي بسيط يا سلامة. التهاب اللثة بتصيب 750 مليون شخص، يعني 10% من سكان العالم. التهاب اللثة هو من الأسباب الرئيسية لمشاكل الإجهاض المبكر والولادة المبكرة عند الحوامل. كمان بيرفع النسبة 20% أنه الطفل يولد بوزن أقل من وزنه الطبيعي. والمرضى اللي عندهم مشاكل بالقلب أو بالأغشية القلبية نسبة إصابتهم بتزيد 32% إذا كان عندهم التهابات مزمنة أو حادة باللثة. إذا كان عندك هالمشكلة يا سلامة بنصحك أنك تراجعي فوراً أخصائي في أمراض اللثة. أما على صعيد الوقاية فممكن نتناول العصائر الطبيعية اللي بتحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والكيوي، ونعتاد على وجود الخضار والسلطات في أغذيتنا اليومية، وما في لزوم نحكي عن ضرورة تنظيف أسناننا بانتظام. وعساكم دوم بصحة وسعادة.